السلام عليكم أهلا وسهلا متابعيني الأعزاء في قناتي هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم إن لله وإنا إليه راجعون وفاة المدرب الأسبق للمنتخب الوطني نور الدين سعدي توفي صبيحة اليوم الجمعة المدرب الأسبق للمنتخب الوطني نور الدين سعدي وأعلنت الصفحة الرسمية لفريق وفاق سطيف علي شبكة التواصل الإجتماعي خبر وفاة المدرب السابق لعدة أندية جزائرية علي غرار اتحاد العاصمة شبيهة القبائل وفاق سطيف وملودية الجزائر وذلك عن عمر يناهز الواحد وسبعون عام إنا لله وإنا إليه راجعون سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صار إليه أعزائي المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم أشكركم على حسن المتابعة وأرجو منكم الدعاء له بالرحمة ودمتم سالمين وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته